ازاي تمنع ده من الاصل؟ يعني ازاي كل واحد يتصرف التصرف المسؤول؟ ازاي يبقى في انضباط؟ ادي مثلا الاستاذ عمرو الجنايني يا كابتن محمد فضل لما حضر ماتش السوبر وبيشارك لعيبه الزمالك احتفالات. فين البروتوكول هنا؟ فين البروتوكول بقى؟ ها جاوبوني. كهربا خرق البروتوكول. طب ورئيس الاتحاد هنا كان فيه بروتوكول؟ كان الراجل بمشاعره وبعواطفه يا جماعه. خلونا والمباراه بالناديين المصريين مستقرين نفرح ليه؟ انما على المستوى الانساني ما تقدرش تحجر على عواطفه كانسان. كانت البروتوكول قواعده فين طيب؟ حد زعل؟ قال لك لا، هو في النهايه الموضوع انتهى والراجل عنده عواطف وعنده مشاعر. لو كان حد من النادي الاهلي في الاتحاد وحب يحتفل مع الاهلي ويفرح محدش هيحجر على مشاعره، وما نقدرش من الموضوعيه هو نحجر انسانيا على مشاعر حد. بالقياس بقى، بالقياس لو كان الكابتن فضل راح واخد كهربا في حضنه مثلا زي ما الاستاذ عمرو الجنايني خد شيكابالا في حضنه، يا واد مش هتعقل بقى، مبروك مش بقى، مش عايز تسلم، وسع كده خليك بلاش، مش عارف كان عمل له كده، اتفضل انا اسف. هنا انك انت ازاي تتجاوز الازمه. عشان كده انا بقول يعني الكابتن فضل وهو عنده المؤهلات انه يكون كادر لازم يخلي باله من الحاجات دي. أيوة. لان هتعطله الحاجات دي، هتعطله، ويهمنا انه ما يتعطلش. وبنقول لكل واحد بنتوسم فيه خير ازاي في اللحظه اللي تتصرف كمسؤول. يعني انت امبارح كل الناس فرحانه بكهربا تحديدا، احسن مباراه اداها مع النادي الاهلي، كان رائع في كل شيء. وعايزين نستنى بقى وهو بيساهم مع المنتخب، دي مصيبة تانية بقى، دي بعد دي مصيبة تانية. ازاي تشخصن الامور الى هذا المستوى؟